وبأولى فقراتنا ومساحتنا الطبية رح نحكي اليوم عن مرض الكوليرا اللي انتشر بالآونة الأخيرة، وحذرت وزارة الصحة منه. دائما نحن بنقول الوقاية خير من العلاج، قد ايه مهم اليوم هذا الوعي وهي الثقافة نقدر من خلالها انه نحن نبتعد عن الأمراض. صحيح رشا، وبكل مرض دائما لما نطلب نصيحة فبتكون هي الوقاية، وخصوصا لما نحكي عن أمراض ممكن تكون سرعة انتشارها واسعة، ولكن لما نعرف المحاذير ولما نعرف نحن شو مسببات المرض أكيد يمكن نقدر نحد من انتشاره. أكيد كرمال نحكي أكثر عن هذا الموضوع وناخد معلومات كثير مهمة، وخاصة ضمن الفترة اللي عم نعيشها. ضيفنا لليوم الدكتور عبد الفتاح عبد الحفيظ، أخصائي في الأمراض الباطنية. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم صباح السادة المشاهدين. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك دكتور ويسعد صباحك. لما نحكي عن الكوليرا وهلأ بالمجتمع السوري صار في حالة من نوعا ما من الذعر، نحن نسمع عن هذا المرض ولكن ما كثير عندنا معلومات، مع أنه يعني يمكن كان موجود سابقا. صحيح. تجدد هذا المرض ورجع. خلينا نعرف المشاهدين شو هو مرض الكوليرا. مرض الكوليرا هو مرض عدوى، خلينا نقول عدوى بكتيرية قصيرة الأمد بسببها نوع معين من الجراثيم. بشاعة هذا المرض خلينا نقول أنه هو سريع الانتشار وبيحصل بشكل جائحات وبمجتمعات أو ببيئة معينة. بلشت تظهر حالات حالياً فعلاً، وصار في تحذيرات من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للفت النظر لوجود هالمشكلة، وفي مبادرات لاحتوائها. المرض هو مرض موصوف سابقاً، ما له مرض جديد، موصوف من قديماً يعني من سنين كثيرة، 19 يمكن القرن 19. الطبيب روبرت كوخ كان أول من عرفه بشكله العلمي والمعروف حالياً. بتميز هذا المرض إذا بنحكي عنه شوي بسرعة الانتشار. هو تمام. طيب اليوم مريضنا أو أي مريض وقت اللي بينصاب بهذا المرض في أعراض حتظهر عليه، نقدر من خلالها نحن نوصف أنه ممكن يكون في إصابة وقتها نلجأ للطبيب. شو هي أهم الأعراض اليوم مفروض نحن ننتبه عليها بشكل كتير مهم؟ أهم عرض بيصير بالكوليرا هو الإسهال. الإسهال هو إسهال مميز بالكوليرا. شو ميزة الإسهال اللي بيصير بالكوليرا؟ يعني ليش أنا ما بقول مثلاً إنه التهاب معدة أو إنه شيء عابر؟ يعني رقم واحد، الإسهال اللي بيصير بالكوليرا هو إسهال بيكون شديد، بنسميه نحن بروفاوند أو عميق أو شديد. المريض بيخسر جالون، يعني ممكن يعبي برميل، بيخسر 10 لتر بالساعة ممكن. فكمية خسارة السوائل هي كمية سريعة، إسهال سريع، إسهال له مواصفات معينة، بيكون مائي قواه مثل ماء الرز بسموه، يعني حليبي شوي بيكون. هذا أهم عرض، هذا أهم عرض كتير مميز، هو الإسهال العميق أو الشديد والكمية كبيرة. بيوصل المريض لحالات تجفاف. الأعراض هي أعراض متعلقة بالتجفاف مثل العطش، انقطاع البول، الجفاف، غؤور العينين. عند الأطفال بتلاقي بكاء مع جفاف بالدمع، بدون ما في دمع. آلام عضلية نتيجة اضطراب الشوارد اللي بيصير. في حرارة حكيم؟ ممكن، لكن ما مو من الشكل اللي كتير مسيطر. يعني الآلام البطنية كمان زائد ناقص، هي مو شرط تكون موجودة. القيء والغثيان الشديد يلي كمان بيشكل مشكلة فوق المشكلة، إنه المريض ما عم بيقدر كمان يأكل ويشرب لحتى يعوض كمية الفقد السريعة والكتير شديدة. طبعا هو الكوليرا نحن ايمت منشك فيه؟ خلينا نقول نحن منشك فيه لما أول شيء بوجود جائحة أو بوجود تحذير، بوجود أكثر من إصابة بنفس المواصفات بالمحيط اللي أنا فيه أو بالجيران أو بالأهل. والشغلة المهمة اللي هي الانتباه لمواصفات هذا الإسهال، لأنه هو الكوليرا إذا أنا ما عالجته بالشكل الصحيح بالساعات الأولى ففرصة الوفاة بتكون عالية جدا. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن طرق العدوى والانتقال لهذا المرض، خصوصا نحن عم نحكي عن أعراض هضمية يعني مو تنفسية ممكن تنتقل إذا أنا قربت من شخص أو بالنفس، عم نحكي عن أعراض هي هضمية يمكن، ولكن سرعة انتشار هذا المرض عم تكون سريعة نوعا ما. صحيح. فشو السبب؟ السبب هو أول شيء طريقة العدوى. خلينا نقول شو طريقة العدوى. طريقة العدوى هي طريق الانتقال عن طريق الفم، يعني الأنبوب الهضمي. طريق الهضمي هو تلوث، تلوث التربة، تلوث الأغذية، تلوث الآبار والمياه بشكل أساسي، المياه الملوثة. طبعا في مصادر تانية ذكرت هي السي فود أو طعام البحر، يعني أسماك النية كذا. نحن يمكن ما عندنا ثقافة الأكل الني إجمالا،
خاصة أسماك البحار. هي طريقة الانتقال. ليش بتصير بشكل سريع؟ لأنه المشكلة هي بالكوليرا هو أنه بتفرز سم أو ذيفان من سمين. إحنا هذا بيكون ذيفان بروتيني هو المسؤول عن التظاهرات. هذا السم هو بحد ذاته بيروح على الأمعاء الدقيقة. وظيفة الأمعاء الدقيقة هي الامتصاص. فهو بيأثر على هاي المخاطية اللي عم تمتص. بصير الأمعاء بدال ما تمتص تنعكس الآلية بتصير بتضخ الماء والشوارد بيكربونات بشكل غزير جدا. فبينعكس العمل. فلذلك المريض بيدخل بحالات التجفاف والإسهال الشديد. طيب حكيم، قبل ما نروح لنحكي عن طرق العلاج وكيف نحن اليوم قادرين نروح للوقاية قبل العلاج، كنا عم نحكي ذكرت المي، وسمعنا بالفترة الأخيرة صار في حالات تسمم كتير للناس يعني، وبعدها بلشت تظهر هاي الأعراض للكوليرا. بكورونا كان في 14 يوم للمرض الجسم يحتضن هذا المرض ويظهر. الكوليرا قد ايه بدها وقت لحتى الجسم يظهره بشكل مباشر للعلن يعني؟ فترة الحضانة بين الحضانة اللي هي ظهور الأعراض بين التعرض والأعراض، هي فترة الحضانة هي فترة قصيرة جدا، تتراوح من ساعات ممكن لثلاث أيام، ممكن أربع أيام، لأيام بسيطة يعني. فترة حضانة كتير قصيرة. انتشار سريع وظهور أعراض سريع. مو كل مريض بيصير عنده كوليرا ممكن يكون عنده أعراض كمان، ومو كل مريض عنده كوليرا كمان، وعفوا المريض اللي عنده كوليرا ممكن يكون هو بؤرة إذا كان ما عنده أعراض للنشر، ما هو ما نعرفان إنه هو مصاب. ممكن يكون حامل مع أعراض خفيفة بفكرها قريب أو غير أعراض لا عرضي، ممكن بيكون هو بؤرة لنشر الإنتام بحد ذاته. فمن هون كمان في إشارة استفهام وتنبيه كمان على الموضوع. فهي من ساعات، لاحظي، من ساعات لأيام بسيطة. دكتور حكيت انه المياه والاغذيه الملوثه هي اكثر العوامل المسببه لهذا المرض وبتسبب انتشاره. خلينا نحكي عن الامور يلي ممكن تقتل هي الجرثومه. في شيء ممكن ينقتل بالحراره العاليه، ممكن بمواد التنظيف، وخلينا هيك نركز في معلومه اخذناها بمرحله الابتدائي. بتتذكريها يمكن رشا دائما كيف كنا نحكي عن غسل الخضار والفواكه لما بدنا نحارب الليفة والصابونة ونتأكد أنه راح عنا الصابون حتى يعني المواد الكيماوية. صحيح، كانت هي يمكن من العناوين الأساسية لحتى يمكن يعني نحمي حالنا من مرض الكوليرا. هاي الطريقة بعدها فعالة فينا نقول رغم بساطتها ممكن تحمينا؟ إجمالا إجراءات النظافة الشخصية وغسيل الخضار والفواكه هو العنوان العريض للوقاية. نعم. والمياه، طب كيف ممكن نحن نتصرف بموضوع المياه؟ نحن بنعرف انه بسبب عدة عوامل ممكن تكون ظروف معينة، حروب الى اخره، توصل الماء نوعا ما ملوثة. المواطن اليوم كيف ممكن يحمي حاله؟ شو الاجراءات؟ يغلي المي مثلا، المي مياه الشرب، كيف لازم يتصرف بهي الحالة؟ تمام، الحرص بشكل دائم نحن على الحصول على مصادر موثوقة للمياه. نحن نشرب مثلا مية الفيجة، هلا ممكن المناطق بعيدة شوي تعتمد على مياه الآبار. صحيح، يا ترى هي المياه هي موثوقة؟ هي مياه الآبار هي كمان بؤرة كتير مهمة، خاصة انه بتغذي مو بيت واحد، بتغذي منطقة او قطاع كامل. فالمياه الآبار هي مصدر الخضار او الفواكه المغسولة بماء ملوث او غير مغسولة بشكل جيد. حاليا في تحذيرات او في توجيهات الحرص على انك تقصد مياه، مصادر مياه مضمونه، العنايه بالنظافه الشخصيه، الغسيل الايدين بالماء والصابون لمده 15 ل 20 ثانيه، يعني طريقه الغسيل الصحيحه مثل اللي تعلمناها ايام الكورونا، بالاضافه طبعا لغسيل الماء وطهي الطعام، لانه كمان ممكن ينتقل هو عن طريق التربه كمان. طيب دكتور، وقت نحكي مثلا عن الكورونا، في عندنا مريض كنا نحكي عن حاله عزل تامه، بمريض الكوليرا كمان نفس الشيء حاله عزل تامه ولا لا؟ احنا مثل العاده انه ما بنستخدم اغراضه الشخصيه، ولا لا احنا بحاجه نحطه بغرفه مستقله حاله عزل اذا طلع عنا احد الافراد المصابين بالعيله؟ عم بحكي نحن بنعزله، بس مو العزل يعني، لا، فكره العزل هي فكره موجوده وهي فكره جيده لحتى انت تبعد الشخص اللي ممكن يسبب العدوى عن بقيه الافراد. للطرفين ايجابيه حتكون، للمريض ولا للمجتمع وللاهل. صح. تمام، فهي فكره العزل موجوده بالكورونا وبالسل والتهاب السحايا، بالامراض اللي فيها خاصيه العدوى، خاصه اللي هي امراض المعديه والساريه بنسميها. فنحن بنعزله، بحاول كمان نخلي اغراضه الشخصيه ومحاول نخليه بعيد عن المطبخ كمان. طيب
حكيم، بالماضي ما كنا عم نحكي ما كان في هي ثقافة الوعي، إن كان بالعلاج وإن كان بالأدوية المتاحة لأنه نحن نخلص من هذا المرض، وكنا نشوف موجات من الوفيات، يعني كان يقولوا الهواء الأصفر بالعامية، أنه موجة من الهواء الأصفر حصدت أرواح كتير. اليوم الطب تطور، العلاج تطور، وصار في أدوية. خلينا نحكي عن خطة العلاج اليوم طبياً، أنتوا كيف عم بتروحوا بمعالجة المريض؟ مجرد الشك السريري بالأعراض اللي نحن ذكرناها، بالإضافة لمعرفة أنه إذا في تعرض من خلال المجتمع، أول شيء نحن بنلجأ للإماهة. الإماهة يعني هي تعويض السوائل، ومنكون كتير عنيفين، وهي هي حجر الأساس حقيقة، هي تعويض السوائل، لأنه الفاقد بيكون كمية كبيرة، نحاول نحن نعوض بشكل كتير كتير أجريسيف، كتير يعني عنيف. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نحن ممكن نعطي المضادات الحيوية، عادة نحن بنعطيها بجرعة وحيدة، ومن أي دواء مناسب نعطيه بجرعة وحيدة. عن عدة خيارات علاجية تناسب حالات مختلفة. دكتور، خلينا نحكي عن عوامل الخطورة بهذا المرض، أيمت ممكن الشخص يدخل لحالة خطيرة؟ تمام، سؤالك كتير حلو على فكرة. نحن وين حالات الخطر اللي احنا بنشوفها؟ هلا لا شك انه طرفي العمر، المسنين والاطفال، هدول دائما حساسين لهيك امور. الحالات اللي بتدخل المريض بتجفاف شديد، بيفقد اكثر مثلا من 10% من كميه السوائل الموجوده، اللي بتدخله باضطراب شوارد، نقص بوتاسيوم، حاله حماض بنسميه، حاله قصور كلوي، المريض ما عاد بول، كل هدول هن حالات بتستوجب انه المريض يدخل على المشفى، ومثل ما يقولوا نحن يعني نشعل اللمبه الحمراء يعني. فهون بيكون الموضوع لازم كثير. اذا مريض عنده كمان هو بنيته هشه، كبير بالعمر، عنده ضغط سكر، عنده مشاكل قلبيه، كليته يعني على الحد عم تشتغل، بيكون حساس اكثر. هذا هدول عاليين الخطوره، يعني هدول نخلي عيننا عليهم كثير. طيب ذكرت دكتور انه الاشخاص اللي عندهم امراض قلبيه هنن اكثر خطوره، يعني اذا حبينا كمان نضيف امراض ثانيه انه ممكن مرض الكوليرا يكون صعب وخطر، ممكن يودي للوفاه بسبب وجود هذا المرض، غير الامراض القلبيه شو ممكن نصنف اليوم؟ هلا اي مريض عنده حاله اصابه شديده اذا ما تعالج بالساعات الاولى فالنتيجه الحتميه هي الوفاه، لانه كميه الخساره هي كميه كبيره. نحن حتى لو ما في مرض، حتى عن يعني سؤالك انه هل ممكن يكون مرض الكوليرا هو قاتل عند مريض سوي او مريض صح؟ تمام. صحيح، اذا ما تعالج. نعم، اذا ما تعالج. المناعه قد ايه اليوم تلعب دور بهذا المرض؟ يعني شفنا بالكورونا انه المناعه كانت هي اهم عوامل الشفاء، وكنا مثل ما بيقولوا نراهن على مناعتنا اذا نحن قادرين نقطع او لا. اليوم بالكوليرا كمان الى دور قصه المناعه؟ مو كتير واضح هذا الشيء، بس لأنه هو هذا مرض إنتاني فيه تعرض، مثل ما حكينا مو الكوليرا بحد ذاتها هي المزعجة، أما هو الزيفان أو السم يلي بتطلقه. بالمناسبة أحد طرق الوقاية، لكن هي يمكن بعرف سمعتوا عنها، هي اللقاح. في لقاح موجود لهذا الشيء، بس هو مو لقاح للمناطق المتوطنة. هذا اللقاح بينحط ل مثل ما حكينا نحن سابقا أنه كورونا هي الكوليرا متوزعة بأماكن فيها جائحات، حروب، بنية فقيرة، مناطق ملوثة، فهي بتكون للدول اللي ما فيها هالجائحات، ما فيها مرض متوطن، للمسافرين. خليني أقول لك اللقاح بيكون للمسافرين. اللقاح هو فكرته فموية وبيعطي فعالية لمدة سنتين، لكن أول فعالية بتكون خلال 6 شهور الأولى بنسبة 85%، وبتقل الفعالية على مدار السنتين. لكن هو هذا حسب توصيات منظمة الصحة العالمية هو للمسافرين، للزوار، للسائحين اللي من مناطق ما عندهم توطن. ما بيكون عام يعني، وخصوصا نحن اليوم ضمن وباء، يعني بالنهايه مرض اللي ما بيتعمم فكره هو فكره هذا اللقاح هي لفكره للتعرض، انه ما يكون في تعرض لهذا. ومثل ما قلت لك نسبه الوقايه منه مو 100%، هي 85%. نفس فكره اللي مسافر على منطقه مثلا فيها وباء معين مثل الحمى الصفراء مثلا، او أمراض تانية يعني كانت موجودة ما أنا متوطنة عنها، مثل الحمى الصفراء ما موجودة، ما بتسمعي فيها عنها مثلا، لكن في أماكن بإفريقيا باليمن فيها حمى الصفراء وبينعطى اللقاح. دكتور، لما نعم نحكي إحنا عن مرض الكوليرا حكينا عن أعراضه مفصلا، نحكي عن طريقة العلاج. هل ممكن مثلا لما نحكي عن عرض حالة الإسهال، إذا نحن وقفنا الإسهال أو شربنا كميات من المي ممكن تحمينا، يعني نحن نكون تجاوزنا مرحلة الخطر، ولا لا هذا المرض له علاج لازم الواحد يروح ياخده بالمستشفى أو حتى من المستوصف أو من الصيدليات بشكل عام؟
تعويض السوائل هو حجر الأساس. نحن بنحاول نعوض السوائل. نحن إذا عوضنا السوائل وضمننا أنه في عندي أنا تعويض جيد للسوائل، بلشت تتراجع الأعراض السريرة حكيناها، بلش هيك ترجع حيوية الوجه، يصير في تبول، يستقر الضغط، وكمان ممكن يصير في هبوط ضغط، تسرع قلب، تأثيرات قلبية على الجملة الوعائية إجمالا. فنحن إن شاء الله بنكون بالسيف سايد. تعويض السوائل عن طريق الفم هذا كمان شيء كتير مهم. في ظروف ممكن تنباع بالصيدليات محاليل إعادة التروية أو التعويض، موجودة هي بالصيدليات، بتحلها بلتر مي وبتشربها. فأنا طالما عندي طريق الفم شغال أنا كتير براهن عليه، بضيف الخط الوريدي إذا كان الحالة تستدعي ذلك، يعني حسب موجوداتها. المضاد الحيوي هو مو هدفه أنه يقتل الجرثومة، أنا بعطيه جرعة وحيدة من أدوية معينة، يعني جرعة وحيدة سينجل دوز، هو بهدف تخفيف الطرح والتواتر تبع الإسهال وسمية هذا الليفان. يعني دكتور سألتك رشا من شوية عن فترة الحضانة لهذا المرض، خلينا نحكي عن الفترة اليوم المتوقع منها الشفاء أو فترة بعد ظهور المرض. يعني ممكن الشخص إذا قلنا 4 أيام عادي تستمر عليه الأعراض، أسبوع أسبوعين، شو هي الفترة الزمنية المقبول أنه هاي الأعراض تستمر عند المريض وما نقول أنه هو راح لمرحلة خطيرة؟ عادة 3 إلى 5 أيام كمان أيام. الموضوع شايفه كلياته سريع، نحن عم نحكي على ساعات وايام. نحن عم نراهن اليوم على الوقت، ورهاننا الاول على الوعي، نحن كيف قبل ما يصير في مرض نقدر نبعد عن هي القصه. دكتور بكل مرض وبكل علاج في شيء ايجابي، في اخطاء نحن ممكن نوقع فيها تزيد من حجم المرض، شو هي الاخطاء الشائعه بمرض الكوليرا ان كانت من المريض او من الطبيب؟ كمان برجع بقول لك سؤالك حلو فعلا. أول شغلة نحن أنه ما بنستنى لحتى نشخص المرض لحتى نبدأ نعالج. نحن مجرد الشك السريري بوجود جائحة، بوجود تحذير مرض عنده هالصفات، لازم فورا نتدخل. تمام، هاي الشغلة. والشغلة الثانية طريقة العلاج المناسبة، فرز المرضى بشكل مناسب. حتى بالمشافى اليوم ممكن نشوف عزل وفرز لقسم الكوليرا، أكيد يعني لازم. ممكن إيه، بس قد اليوم المهم المدارس، هدول الاطفال يلي يعني المدارس. هلا اذا بدنا نحكي على طرق الوقايه، هلا طرق الوقايه مثل ما يمكن طرقنا لها بشكل سريع، هي من الاخطاء كمان انه مثلا ممكن حدا ما يكون كثير حريص على النظافه الشخصيه، ممكن يكون في اماكن فيها بيئه سيئه صحيا او يعني فقيره ممكن يعني، او فهي بدنا نحاول انه نلفت النظر لاجراءات الوقايه او السلامه بشكل عام، يلي هي الاهتمام بالنظافة الشخصية، غسيل الخضار والفواكه، تجنب شراء الثلج حاليا مثلا من الأسواق، هذا شيء كتير مهم، والحرص على الحصول على مياه من مصادر موثوقة. وأهم شيء الطبخ يكون بدرجة عالية وأنه واصل لحد الاستواء. الاستواء يعني. تمام، الابتعاد عن الأكلات غير المطبوخة أو النية، ممكن حتى تقشير الخضار اللي إلى قشور مثلا الخيار أو البندورة، ممكن حتى نشيل نقشرها يعني كمان. يمكن الأهالي هلأ صار هم أطفالهم ضمن الروضات والمدارس، صحيح. هن اليوم بعمر ما كتير نحن قادرين نسيطر عليهم بموضوع الوقاية وأنه نعمل إجراءات احترازية قبل، فاليوم نحن نتمنى من وزارة الصحة يعني تعطي الأهمية الأولى لهدول الأطفال بموضوع الوقاية والمتابعة أكيد. كمان دكتور قبل ما ينتهي وقتنا مع حضرتك، خلينا نقدم نصائح اليوم عامة تفصيلية اليوم لكل الأشخاص، كيف ممكن يوقوا حاله من هذا المرض، كيف ممكن يتعاملوا مع الأعراض في حال ظهرت، أو مع مريض مثلا لا سمح الله موجود بالعيلة كيف ممكن يتعاملوا معه؟ فينا نحن نختصر الموضوع بأنه عند ظهور أي عرض يقترح وجود هي المشكلة الهضمية، ظهور إسهال، ظهور عدة حالات، سمعت أنه أخوك بالبيت، ابن عمك، محيطك، راجع أقرب فرصة، أقرب مركز طبي، راجع أقرب مركز طبي واطلب العناية الطبية المطلوبة، والطبيب إن شاء الله بيساعدك يعني بيوجهك. اليوم أهم شيء ما يصير في اختلاطات يعني بنوع بالمرض. اليوم هو بالدرجة الأولى نحن لازم نروح لموضوع الكوليرا، يعني إذا صار في إسهال حتى لو بلش بشكل كتير خفيف نحن نرجح الاحتمال الأسوأ، صحيح، ونروح فورا للاستشارة الطبية. الاستشارة الطبية. شكرا، صحيح. دكتور لحضورك لليوم وصباحك خير وصحة على طول، تمنياتنا للجميع أكيد بالصحة والسلامة بهذا الوقت. شكرا دكتور. سعد صباحكم، شكرا لحضراتكم. شكرا كثير لك دكتور ولوجودك معنا، الدكتور عبد الفتاح عبد الحفيظ اختصاصي في الأمراض الباطنية، أهلا وسهلا فيك. شكرا.